دونك اللي كيبان لي اخاي ان لي تروتينات اول حاجه المساله اللي غدار من الناحيه القانونيه كاين لي بزاف ديال العباده اللي ما غاديش تتفقوا معها، ولكن من واحد الناحيه راه هادشي خصو يكون. باغ اكزومبل انا عندي طوموبيل وغادي في الطريق باغ اكزومبل خرج لي انت بتروتينات، انا نقول عندي اسيغونس شنو كيحمي قانونيا؟ شنو الحل اللي غنحل اللي غيكون لهاد لا سيتوياسيون هاد؟ دونك لكن كلشي مؤثر بالطريقه القانونيه دونك غيكون مزيانه. بغض النظر عليك غيقول لك لا حق الضريبه علاش الدوله غتبعنا في هذه المساله هذه وكذا، ولكن الانسان يشوف بعيد كيف تنقولوا ديك الساعه غادي يبان ليه باللي راه هذا الشيء خصو يكون قانوني من واحد الناحيه. هذا ما كان بالنسبه للطريقه اللي يعني اللي كيمشيو ديال المستعملي هاد الدراجات هذه في الشارع ما كتشوفهاش بانها لربما لا ما هاد المساله هذه مايمكنش نعمو فيها لحقاش الجنرال التخوتين كاين صحاب الماطر كاين صحاب الطوموبيلات اللي كيديروا اكثر من هاد الشيء هذا، دونك مايمكنش نعمو هاد المساله هذه، كيبقى مساله وعي لكل واحد وكيفاش كيتعامل مع الطريق. اما زعما مايمكنش تعمم هاد الشيء هذا، كاين اللي يقول مثلا صحاب ديال ليفريزون كلشي كتشكى منهم ولكن مايمكنش تعمم، كنعرف الناس اللي كيسوقوا بعقلهم ايتسيتيرا، دونك هذا هو اللي كاين يعني مايمكنش تعمم على كلشي. يعني كيفاش انت كتشوف هاد القانون هذا؟ واش انت مع ضد؟ انا مع هذا القانون هذا من واحد الناحيه، ولكن الا كان داكشي اللي غادي هذا القانون غادي يكون في حدود المعقول، مثلا ما تنزلش العباد الله بشي اثمنه خياليه ديال سيتيغا، دونك هذا هو اللي كان ديروا تسهيلات باش عباد الله تمشي ملي غادير تخوتي نمشي ناخذ شي حاجه ونعرف راسي محمي في جميع الحالات، وداك الشيء اللي غيكون مأثر يكون يعني كيف تنقولوا متيني في المتناول ديال اي واحد. هذا هو اللي كاين. الاستعمال مزيان للشعب ومزيان للاقتصاد ديال شحال من واحد، الناس ما يبقاوش يخسروا فلوس في ترونسبور والمازوت ديال الطوموبيل وشحال من حاجه، داروا التروشينيش باش فهمتي يبقاو يتنقلوا بها الناس، ومزيان باب الدوش خدمه بالدولار ليسونس لا والو، تش حط تشارجا تش خدم بها عادي زوينه. وقال لك دابا غيديروا لي قال كتولي تخلص لها الضريبه ودير الكاسك ولا حتى هي بحال شي طوموبيل، حتى هي ما بقاوش نحطها مابقاو مشيو على رجلينا حنايا ما بقاو حاط لي دروشينيت الاول. بالنسبه لهذا القانون هذا كيفاش كتشوفوا انتم؟ ما خدامش هذا القانون اخويا، دروشينيت شي يديروا لي هذا الشيء هذا ما فهمتش انايا اخويا دري، ما هي ما فيها موطور ما فيها كاربيراتور ما فيها والو، ما فيها سيلندر تتمشى الماكسيموم ديالها 50 55، ما فهمتش اخي انا علاش داروا هذا الشيء هذا. لا بالعكس لا تنشوف لا شوف بالعكس راه صحاب المطار اللي فيهم تشاور ما تروشينيش، بالعكس ما دير تشاور لا والو، ما تقدرش كابري بها ما تقدر دير بها والو، خصك شي بها في الشارع عادي زعما كا فهمتي، راه تشوف الدراري شي عادي ما كاين اللي يدير بها شي حاجه خايبه ولا كذا، راه اغلبيه الناس يمشيو بها تيقضيو بها صوالحهم تيخدموا بها وكذا، ماشي بقاوش خدامين بها الدورانو. لا انا ضد هذا القانون هذا، هاي حيدوا عنا هذا الشيء هذا، خلونا التروشينيت تا بغاو يديروا لها اوراق ما فهمتش انايا، هاي حيدوا اخي ما انا ضد.